ناصر هنا قلنا لها عندي لك خبر حماسي. ايش تتوقعين يا ماما؟ اتوقع هديه قويه. طيب الخبر هو ايه؟ كلمتني التيتشر وقالت اليوم بترجع المدرسه. والله ترجع المدرسة، بس هم يقولون خل تجي غزل ونشوف إذا هي يعني كبيرة بوديها جريد 2، إذا هي مو كبيرة تكمل جريد 1. لا ماما أنا. طيب تدرين الحين متى بتروحين المدرسة؟ بكرة. طب أنت متحمسة للمدرسة ولا ما تحمستي؟ متحمسة. يعني ما استانستي مرة؟ متحمسة. مستانسة ولا ما استانستي؟ مستعدة مرة قوة. بتروحين المدرسة ولا؟ قول صدق. الحين أنا وياك. ماما. نضرب الكعبة. نضرب الكعبة بربي حلو. يعني مو بس بتروحين المدرسة بكرة. التيتشر تقول إذا غزل الحين ما فيها النوم خليها تجي الحين. إيه ماما فينا. تبغين تروحين الحين؟ إيه. عادي عندك؟ عادي. متحمسة؟ تيتشر وعد وتيتشر آية. وتيتشر مين بعد؟ دلال. دلال متحمسة يا ماما؟ ماما اتركي رقبتك قطعتيها. قاعدة تقول وش السالفة عليك يا متحمسة؟ طب انت تبغين تروحين المدرسة ولا ما تبغين؟ طيب الحين ولا بكرة؟ خلاص الحين نامي، بكرة صحيتي من النوم ونروح خلاص؟ عاد انا بنام الحين مره بنام انا بنام عاد انا كل ما اقوم الليل هواي يا رب يا رب عاد اليوم خليها بكره يعني ليه؟ خلاص نامي عشان تصحين بكره مصحصحه وشبعانه من النوم وتلبسين مريولك وكذا وتروحين. لا هو تو انت اليوم. لا خليها بكره ماما. لا يوم يا مامي ما شبعتي من النوم الحين انت؟ ما راح تروحين المدرسه وانت في النوم كذا؟ كان كل الناس يقولون وش هذه البنت اللي ما شبعت من النوم؟ وشو لا؟ بروح اليوم. ابغى اشوف تيتشر وعاد، تيتشر دلال، تيتشر آية، تيتشر كل العالم اللي عند اصدقائي. انا ابغى اشوف ناس من زمان عنهم. لا يا ماما ما انت برايحة اليوم، الحين بكرة تصحين من النوم وانت شبعانة من النوم مرة. اما تروحين الحين وانت نايمة، طب اسمعيني اسمعيني سؤال سؤال، الحين من لبست هاي البيجامة؟ قومي قومي واقفة قومي واقفة. قومي ابغى اشوف الازارير. طيب يلا مستعدة تروح المدرسة؟ بكرة مو اليوم، بكرة. ما شاء الله وين نوم يا مامي؟ خلاص ما في مدرسة اليوم، ما في مدرسة. لا ما في مدرسة، ليش ما نمتي؟ ما راح تروحين. بعد اسبوع، بعد اسبوع بتروحين المدرسة خلاص عشان ما نمتي الحين. ماما بس كل صدق اليوم ولا مو اليوم؟ وش اليوم؟ صدق اليوم اللي قصدي بكرة اللي بروح صدق. بكرة بتروحين المدرسة صدق؟ يلا يلا نامي، يلا يا مامي نامي، خلي عني نسأل ألعاب ونامي. إذا نمتي وقمتي بتروحين بكرة، إذا ما نمتي يا عيوني ما نمتي الحين ما راح تروحين بكرة المدرسة. علمتس بليز بليز. لا ما في بليز، ما بليز. يلا نامي بسرعة. أو بليز. يلا من اللي بكرة بيروح المدرسة؟ ماما ماما بيجون صديقاتي. بيجون صديقاتك. طيب يعني يوسف اجي معي؟ لا ليش اجي معك؟ بندرس حنا. ايه تدرسون؟ بالله. الاول هنا مرة مستانسين راح انا باخذ منك 25 ريال. ليش؟ عشان اخذ اسمه ذا كريب. والله طيب من متحمسه اكثر واحده صديقاتك؟ انا اتوقع اكثر واحده ماريا. طيب عادي بتروحين مدرسه كذا عادي ما راح تخافين؟ ليه بعد نمتي ما شاء الله عريس؟ ليش تصحين؟ انا بروح البنات كلهم جايين انا ما ادري. وشو البنات كلهم جايين؟ ايه البنات كلهم جايين شكرها هذي عيل جايين تمي. ايه بس انا ما ابغى تدرسين اليوم، مالي خلق انا في النوم، بروح انام الحين بكره تدرسين. يلا تصبحين على خير، تصبحين على خير، تصبحين على خير. لا ما اصبح على خير. والله العظيم ما اصبح على خير. بسم الله يا رب. يعني كل البنات اليوم جايين ومسوين كل شيء على البنات، شوفي نصهم واشترى عادي وعد اليوم وعد.
وعد وش وعد؟ وعد انا عملت وعد النس يعني وش وعد؟ نس تشوفين تيتشر وعد؟ اشوف ما بتنامين عندهم والله بتنامين في سنهم شو الحين؟ شو الحين وجه وصوت وكل شيء تغير كله في سنهم. لا ماما انا بلا عندهم شوي بس عادي عندك والبنات يشوفون وانت نايمة؟ عادي عندك تشوفون الناس وانت نايمة؟ لا 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 انا بس انا صديقات لسه تشوفينهم بكرة قدرة قدرة لهم مثلا هم ينامون شوي اظن ولا واحد يشوفهم ولا واحد يشوفهم وانا لا احد يشوفني اي يشوفون تقولون شو البنت ورا امها ما خلتها تنام لا انا بروح بروح يلا كيفك قوم البسي والله قلت لك قوم البسي قوم البسي والله العظيم فيك يا ماما الحين جاء وقت انها تلبس المريول وما صدقت انها بتروح هيا يا ماما انت مصدقة ولا ما صدقتي يا ماما وراس ما صدقت نسبة تروحين المدرسة والله ما صدقت ليش ما صدقتي انت انا خدروه كم شهر انا ما رحت لهم خمس شهور انت تبغين تروحين ولا ما تبغين؟ ابغى اروح ابغى طب ليش تصحين قلت يلا الحين نجهز ونروح طب ليش تصحين؟ ليش تصحين الحين هاي دموع الفرح ولا ضيقة صدر؟ دموع الفرح ما يلا يا ماما البسي زينب زينب والالين ومين بعد؟ ماريا ومين بعد؟ هلا سهى سهى عندي اللي انت ضحكتها حلوة ايه سهى يا روحي المبسوط يا روحي يلا يلا نجهز يلا عشان ما تأخر صديقاتك كلهم بيسلمون على بعض كل صديقاتك بيسلمون على بعض الا انت بتصيرين اخر وحدة يلا يا ماما بسرعة لا يا ماما هذا مرة كبير عليه ساعة قدي انا تدرين قدي انا يلا هنشوف يلا قد فيك قدي انا اي انا حقي شدوبة يلا الحين وين حقس وين مريولس ناسين المرايين ناسينها ما ادري وينها ما اصدق ليش ما تصدقين يا عيوني وحياتي وقلبي وبطني ما اصدق يا عيوني وحياتي يا بعد روحي يا بعد روحي وهذا مريول صار عليه صار صغير على بنيتي كبرت ماما حس بيجي شيء انت من المناسة انت متحمسة للمدرسة لهالدرجة بسم الله على حياتك وعمرك يا بعد روحي يا بعد روحي يا بعد قلبي قلبي عورني عليس عشان اسمه مبسوطة خاف يجي شي عيوني اسمنا على حياتس يلا ماما يلا ماما ما شافوا السن المكسور الدريشة يلا قولي لهم قولي لهم يلا نتزين ونتزين شعرنا ونتعطر وكل شي بنرجع لكم قولي لهم نتعطر ونسوي كل شي مرة كل شي ونرجع لكم يلا الله 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 يلا الحين عطيتين فليكس هذا تفطر فطور صحي وقاعد تعبي اللانش بوكس علشان تفطر مع البنات فطور زين صح يا ماما؟ ايوه مريم ايش قاعد تسوين غزل؟ ها؟ ايش تسوين غزل؟ تسوي ساندويتش بيض ما صدقين وشو؟ صديقاتي ما صدقين تشوفين صديقاتك؟ عادي ماما صدقي كل العالم بيرجعون المدرسة ماما هم؟ انا خلاص شو تقول قلبس؟ اقول كذا
بس عباتي نروح استعدى تحمسة مرة شوي شوي قوة مرة نخليها بكرة لا البس حواتي نجهز كل شيء جو يا ربي يا ربي البنات الحلوين اللي بيصيرون جريد 2 بيصيرون جريد 2 ولا بيعيدون لسه جريد 1 عادي بنيتي من زمان ما راحت المدرسة أنا اللي بروح وبوديها وبودعها خلاص يا مامي مستعدة؟ مستعدة يلا يلا يا كبار روح المدرسة وصلنا يلا اصبري اصبري ماما الحين ننزلك يلا وصلنا وصلنا الا المدرسة وصلنا الا المدرسة وصلنا متحمسة للمدرسة يا روحي شكل الناس صوروا قبله شوفي متحمسة يا روحي وين لنش بوكس يا عمري روحي متحمس للمدرسة يلا يا ماما استعدادك كله يلا قوليهم قوليهم كلمة استعدادك كله يصبح عليكم نحن أصبر ما شاء الله على الكبار قوة يا ماما قوة شنو مقفل شنو قوة شوف أجرب استمسك جوالي شوي حق الكيجي يلا ادخلي عادي كل واحد يلا حق ذا اسمه براك الجريد حق ذا اسمه كبير يا رب مقفل شو مقفل؟ كل شيء مقفل ليه؟ هذا وش الباص؟ باص ايش حقه؟ باص حق كلهم مقفرات ليه؟ اعطيني جوالي اعطيني قوم يرجع هناك هو الباص لحاله روحي روحي قدام روحي قدام يا ماما طب تعالي اسمعيني ليش ما افتحوا؟ طب انا بعلمك شيء افتح باب قوه هذاك الثاني روح خلينا نفتح نجرب اخر تجربه بعدها بكلم تيتشر ايه ترى يا ماما تروح بعد حياتي قوه وش هاي القوه الضعيفه اللي عندك اي قوه قوه ناديهم قولي افتحوا لي قوة افتحوا لي قوة صارخي ما يسمعون افتحوا لي ما يسمعون يا ماما افتحوا لي بعد اقوى افتحوا لي طب اسمعيني قربي قربي خليني اكلم التيتشر ايه الحين بس بعلم الشيء بعد شوي بعد شوي ماما بقول الشيء ليش يفتحون؟ طبعاً الشيء أنا سويت لس مقلب اليوم ما في مدرسة ولا بكرة ولا بعده ولا أي شيء ألعب على السماء في مدرسة ما في مدرسة ليه بس
انسان سويت له هاي كل هذا مقلب. يا ماما والله صدق هاي افكار مروان ما يدخل، انا ما يدخل العب عليه ما في مدرسه. وتعطيني كل هذا عشان اسوي مقلب. وش اللي ليش؟ حلو المقلب؟ روح ارتاحي روحي نامي واستانسي. امتى يعني وش امتى؟ ما في مدرسة بعد شهرين المدرسة. بعد شهرين يلا قول بيتكم. ماما وناسه صح ما في مدرسة؟ لا. وشو لا؟ خشيت على المدرسة بس ما تحب. ها؟ ما تحبين المدرسة. أحب إيش؟ ما تحبين المدرسة بعد. ما عمري سويت لك مقلب يا ماما، بس هذا هي مروة هي قالت تسوي الغزل مقلب. ليه؟ بس سويت لها؟ ما سويتي لها شيء بعد، روحي أنتِ. ليش؟ بس كذا هي حبة تسوي استهبال، تستهبل معي. غزل مقلبناك ومقلبناك يا ابوي مقلبناك. دي بين الصدمة وبين الضحكة وبين كل شيء. يلا قول البيت يلا اركب السيارة. يلا يا ماما اركب السيارة يا بعد روحي المتحمس. مامي ايش رايك المقلب صديق؟ خايس. ها؟ خايس. ليش خايس؟ شوفيني بالليل كذا خلنا نتكلم. ها؟ احسب ان انا يوم امارة اخر شيء قلتي اخر شيء اثرت احسب ان اثر المقلب اقول خلاص اطلب ما في المقلب بس ماما تبي المقلب. يا روحي تقول ماما تسوي مقالب. هذه مو انا ماما، مروه هي قالت تسوي الغزل مقلب. يا ربي ها وشي مروه، شو مروه تسمعها الحين؟ من ليه مروه سويت لي مقلب؟ مروه اللي سويته. ليه وش سويت عشان تسوي كل ذا؟ ماما هي تلعب بس. طيب ليه تلعب معها؟ سوت الجود وجودي وكل البنات اللي معها سوت لهم. سوت روز؟ اي سوت الروز. سوت اي سويت اللي سويت ايش اسمه كلهم سويت فك الباب يا مامي. يلا تعالي ماما. ليه انا ابغى ما في مدرسه ما في شوفي ما في احد افتح لي الباب ما في احد. تعالي ماما اركبي يلا اركبي. ايش فيك يا ماما؟ لا انا قالت وحتى شهد هي اللي قالت تسوي انا ما دخلت. شاهد مروه هم متفقين عليه. يعني بغيت تزعلين زعلي على مروه وشهد مو انا. انا بس اصور. زعلانة علي؟ ماما انا العب معك يا روحي العب معك. هاي لعبه لعبه. وش لعبة يا بعد انت؟ وش لعبة؟ يعني مزحة قصدي. وش مزحة؟ مزحة نستحي من المدرسة وهو تسوون كذا بس؟ مامي عيوني قلبي وروحي حياتي وبطني يا بعد روحي اللي مطقم مع الشراير. الله على الكشخة كلها تروح كذا بس؟ مامي لا تزعلي يلا قريهم تابعوني قناة مروة يلا تابعوني قناة مروة اعطيهم تحية وابتسمي يلا عادي مقلب مقلب تحية يلا قريها قري رايس المقلب حلو بس سوي فارق ما راح اسوي له ما يخليك اقل بالبيت هي همها بس ليش ما سويتي الفارس مقلب.
لازم اسوي الفارس. ماما انت اكلتي المقلب اكله صح؟ اكلتي المقلب اكله.